بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي الكامل حليمة بوزبدنا، جذع مشترك علمي واحد. انا مدة 5 سنين انا هنايا، يعني واحد الفترة كبيرة، لكن الصراحة يعني وقع واحد التغيير ما بين 4 سنين حتى لهذا العام. وقع واحد التغيير كبير، حيت ولا ما بقاش الرئيس الاول اللي كان عندنا من قبل، وتوفرت لنا زعما جميع الشروط اللي احنا كنا كنتظروها من واحد المدة، ولات يعني مكتبة متوفرة والإعلاميات، و يعني واحد الحاجة اللي كان اللي نقص لنا فيها هو الأوتور، يعني ما واحد المربية اللي عندنا يعني كتوفر يعني كتراعي البنات في الجناح الثالث، يعني واحد يعني واحد الصداقة ما بين البنات، حيت مثل الأخوات يعني كنكونوا جميع، و 4 اللي كيكونوا بالنسبة في الشومبر 4 ديالنا، يعني كتكونوا متفاهمين يعني في تحضير التمارين. اسمي أحمد عبد السلام، نزيف الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، عن عامين وأنا هنايا. يعني لاحظت بزاف التغييرات منين جيت لهنايا، بصراحة جدا باقي ناقصنا الملعب ديال الرياضة ما عندناش، يعني عندنا ولكن ماشي بو المستوى، يعني باش نشجعو خصنا نلعب وتصاوب مزيان، يعني يكون عندنا باش نقوم ندربو فيه، نديرو الدوليات كإخوة، يعني بحال خوات كلشي، نتعاملو مع بعضياتنا، نتعاونو نسجمو بحال الخوات، يعني مكينقولو شي حاجة كخلافات ولا لا. نعم. السلام، انا سميتي سامة بوشلاغم، نزيلة هنا في الجمعية الخيرية. بغيت نهضر على واش خصنا هنا في الخيرية. حنا كموفر لينا كل شيء هاد العام، حيتاش بلي كان البالي كانت خيريه شويه وصافي. انا بلي جيت في الاول قلت ما نقدرش نعيش هنايا، وبلي قال لي الغالمي غير صبري هكا بلي صبرت شويه صافي، لقيت الخيريه تصايبات وولات مزيانه ووفر لينا كل شيء الحمد لله. ولكن انا قتانا واحد الحاجه هو الملعب، قالوا لنا غيصايبوه لينا ولكن في الاداره، ولكن حنا باقيين ما عارفينش واش يصايبوه، متاكدين ولا لا. الاسم شهيد الحوتي، انا نزيل في الجمعيه الخيريه بالناظور الاسلاميه بالناظور. انا كان عندي مده عامين هنايا، كنحس بلي كاين تغيرات بزاف هنا في الجمعيه الخيريه، مما ادى الى نشاط في القراءه. مارسين التلاميذ يعني كان واحد التحسن كبير،
كان حتى شي حوايج تغيروا هنايا، كل عام كنشوفوا شي حاجه تغيرات، ما بقى لنا غير شي حاجه واحد الملعب خاصو يتغير. كانت الخيريه في من قبل كانت ما كتوفر لنا كل شيء اللوازم ديالنا، دابا كيوفروا لنا اللي كاين ديال كل شيء. البيوت كانوا مسخين، الدوش كانوا فيهم الريحه، كتعملهم بالريحه ماشي هي هذيك. عاوتاني عندنا دابا مرطات مزيانين باش يبحوا بحال قبل، كاين بزاف ديال الحوايج تغيرات. واللي كتعتبر من المؤسسات القدام اللي كاينه متواجده على التراب الوطني، واللي حقيقه هذه المؤسسه اللي كانت وحيده، كانت مؤسسه اقليميه، واللي كانت كتشمل واحد العدد ديال مجموعه ديال النزلاء، منهم ايتام، منهم فقراء، منهم عوزين، واللي كما قلت من 58 وهي كتعيش تحت الرحمه ديال المحسنين لحد الساعه. ماشي ديال المحسنين كل، ولكن بعض المحسنين اللي عندهم غيره على المؤسسه من خلال الدعم المادي والمعنوي. وهذه المؤسسه اللي قلت دابا فيها واحد المجموعه ديال الايتام بالنسبه ل 2012 2013 اللي كما قلت تقريبا 32، ولكن يمكن حنا نزيدوا شي حاجه اكثر، اللي مازال عاد تنعانيو من الماديات بحيث من المصاريف اليوميه الخاصة للتغذية والنظافة تقريبا 3000 درهم يوميا، بدون فاتورات ديال الإنارة والماء اللي كتوصل 1,500,000 شهريا. ثم كذلك الكاهل اللي جعل المؤسسة اللي ما قدش توقع على رجليها هو مصاريف الأجور الشهرية ديال المستخدمين اللي كتفوق تقريبا 5,500,000 حتى 6,000,000 شهريا، بالإضافة المصاريف ديال الضمان الاجتماعي، القطاعات ديال المستخدمين اللي كتمشي للضمان الاجتماعي اللي كتوصل 1,150,000. نزلاء الوافدين على المؤسسة اللي وصلنا حاليا دابا تقريبا الطاقة الاستيعابية بالنسبة للموسم 2011-2012 132، ولكن هذه طاقة استيعابية قصوى، ولكن يمكن لنا حنا في حالة إذا كان شي حالة من الحالات اللي كتوفر فيهم الشروط ديال القبول يمكن نزيدوا العدد اللي متوفر حسب التقاليد. بالنسبه لنا لهذ السنه هذا اللي تشرى اللي هم مقررات تقريبا الكل الجميع، بالاضافه للكتب والادوات المدرسيه من دفاتير واغلاف واقلام وبيكار، والمهم ما يلزم جميع التلاميذ المدرسه في الاطر التربويه اللي كنعانيو منها من خلال العمل اليومي. لحقاش تبعنا استقطبنا واحد المجموعه ديال الدراري اللي هما صغار 60 تم دروس من 6 سنين حتى البكالوريا، اللي كيطلب تكون مراقبه، تكون حنايه مستمره، تكون مراقبه على حدها كلتها. كذلك كما قلت النقص في هذا الاطار هذا اللي جعل المؤسسه ما تقدرش توظف هاد الناس في اطار باش يقوموا الواجب ديالهم من خلال هاد الدراري وهاد الايتام اللي عندنا من خلال الماديات. والكاهل ديال المؤسسه ما عندهاش باش توظف هاد الناس، على حقاش ما عندناش مداخيل قاره او من طرف الجهات المعنيه منتخبه او محسنين او عيان ديال المدينه. اللي اضعف حاجه اللي ملعب من الملاعب باش الانسان يمارس حق ديال الرياضه، وتبعيد على هذا الطفل راه من حقه يمارس الرياضه، اللي راه باقي تقريبا مازال اللي كنت كما قلت المؤسسه 58 اللي تاسست ما عندهاش ملعب رياضي فين غادي يمارسوا الدراري هذا الرياضه هذه. مازال ما عندناش لا دعم لا بالنسبه للاعياد ديال المدينه، ما كاين والو. المجالس المنتخبه ما كاين والو، المجلس الاقليمي كذلك ومثال ما كاين والو، ما عدا
اللي قلت بعض المحسنين اللي عندهم غيرة ولكن في المواد الغذائية، ولكن ما يهم من الماديات اللي خص باش المؤسسة توقع على رجليها. وكنتمناو ديك الساعة الناس اللي عندهم غيورين على المؤسسة يثيروا شوية الانتباه لهذه المؤسسة اللي الوحيدة اللي كاينة في المدينة واللي كتضم مجموعة ديال الأيتام والمعوزين، يشوفوا ليها بعين الرحمة ويجيو يزوروها، لأن الباب ديالها راه مفتوحة للجميع الليل نهار.